السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ماشي بيعمل حاجة من الاتنين، يا إما تديله تكست هو يعمل لك 3D موديل، أو تديله صورة وهو يبدأ من الصورة دي اللي هي 2D يحولها ل3D. طيب ما تيجي نجرب؟ طيب هقول له تراي فور فري، أنا عايز أجرب ببلاش. فهي دي الشكل بتاعه، عندنا هنا تكست تو 3D، وعندنا AI تكستشر. ممكن ترفع له ملف يكون عندك امتداده، عندك FBX او OBJ او STL او GIT او GIB. كل الحاجات ديت عبارة عن نماذج ثلاثية الابعاد، كلها بتتفتح على سكتش اب، وتتفتح على ال 3D ماكس والماية والحاجات دي كلها. طيب خلينا نقول له تكست تو 3D، او ممكن تجرب مثال من دول زي ما انت عايز. هنا هنكتب تكست، بس بدل ما يظهر لنا صورة 2D لا هيظهر لنا حاجة 3D. تمام. هتيجي بقى تقول له اوبجكت، تقول له مثلا انا عايز سورد مثلا، تقدر تحدد الستايل بقى اللي انت عايزه، نيجاتيف برومت لو في برومت مش عايزه، الارت ستايل عايزه جينيريك ولا عايزه فوكسل. طيب قول له جينيريت، وتقريبا بياخد دقيقتين على ما يعمل لك الصورة دي. فيبدأ يظهر معايا السيف ده 3D اهوت زي ما انت عايز، وتقدر تديله تكتشر مختلفة، وتقدر تعمله داونلود لو انت حابب، تقدر تحمل الملف زي ما انت عايز.